الحمد لله، والحمد لله على المكسب، وشكرا على كلامك الجميل. انا كل مره بقول ربنا بيكرم التعب، وكفرقه احنا النهارده الشوط الاول ما كناش كويسين، ممكن ندخل سيراميكا كسبانين بجول او جولين كمان، بس الحمد لله ربنا كرمنا وداخلين كسبانين 2-1. الشوط الثاني طلعنا جاهزين ولعبنا كوره، ولعبنا كوره نادي الاهلي، والحمد لله كسبنا، وكسبنا مكسب حلو. لما بنسمع التحليل على وسام، سبرنتات كتير جدا، جري كتير جدا في الملعب، ده بيتطلب منك مجهود كبير وفي نفس الوقت بحاضر ذهنيا، معادله صعبه جدا مع سترايكر النادي الاهلي وكمان بتحرز اهداف، المعادله دي وسام بيلعبها ازاي؟ بص، الحمد لله انا جاهز بدنيا، وده مش فيش حد بيطلب ده مني، ده لعبي انا، ده الطريقه اللي انا بلعب فيها، انا ما بقدرش العب من دون السبرنتات، من دون الضغط، من دون ما ادخل التحامات، دي الحاجات اللي بتخليني اكون موجود في الماتش. لو انا بوقف من دون سبرنتات ومن دون التحامات بحس حالي شوي بنام، فانا بالطريقه دي بخلي نفسي فايق، ولما يجي الفرص، الكروسات، الاسيستات، لما يجي الفرص ربنا بيكرمني، بدخل جول. جمهور النادي الاهلي الحقيقه ليه مفعول كبير جدا معاك، هتافه معاك، تحميسه ليك، تشجيعه ليك، بجانب الباور اللي عندك كمان. لا، جمهور النادي الاهلي غير يا وسام بالتاكيد. ايوه، الحمد لله، يعني ما شاء الله جمهور. انا قلت اخر ماتش ضد ماتش العين شفت حاجه بحياتي ما شايفها، احلى من جمهور بالدنيا كلها انا شايفه، والواحد بيحب يلعب كوره، بيحب يلعب كوره، لما يشوف جمهور كده بتحب تبسطه وتجيب جوال وتحتفل مع الجمهور، ده كمان برضو حاجه بتخليني انا فايق والعب كويس. اخيرا يا وسام، الحفاظ على المستوى اللي انت فيه ده بتطلب منك مجهود كبير جدا، الموسم اللي فات اداء رائع جدا، الموسم ده جمهور النادي الاهلي مستني منك كتير جدا ومستني منك اهداف كتير جدا، ازاي هتقدر تعمل كده الفتره الجايه مع ضغط المباريات الكبير جدا يا وسام؟ بص، ده كلام جميل، بس ده عند ربنا. الله اعلم اللي هيحصل، لا قدر الله اتصابت، لا قدر الله مستواي نزل، ده كله مكتوب عند ربنا. انا هتعب وهتعب في الماتشات، ومعايا لعيبه كويسه جدا في الفرقه، يعني مش عايز اقول اسامي، عبده من ورا لقدام 22 لعيب ما شاء الله، فربنا اللي بيكرم، وانا اهم حاجه اتعب في التمرين وفي الماتشات، وانا مهاجم، انا لما تيجي الفرصه ان شاء الله ربنا يدخلها جول ان شاء الله. حبيبي، تكرم يا حبيبي، كل الشكر والتحيه والتقدير لوسام ابو علي، نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه، منتظرين منه اكتر من كده، وجمهور النادي الاهلي منتظر منه اكتر من كده، لكن بنحيي فريق النادي الاهلي النهارده مستر كولر على الفوز الكبير جدا على سيراميكا كيلو بتر.